وقال الذين كفروا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق ويمحو الله الباطل ويحق الحق فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده
خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث بسم الله وعافظ عن الأسداد الأتياء ما معنى قوله تعالى وإنها لكبيرة أي لشاقة ثقيلة صعبة وكرئار أي في فكاك الألقاء أو الأسرى نوليه ما تولى أن أخلي بينه وبين ما اختاره لنفسي إجابة صحيحة القيوم أي الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم إجابة صحيحة ونصبه جهنم أي ندخله نارا هائلة نشويهم فيها أي شاقه عن بياض النهار أو خالبه واسترهبوه أو خوفوه أي خوفوهم تخويفا شديدا هل تربصون بنا أي ما تنتظرون بنا أي بغير دعائم وأساطين تقيمها ينبوع أي عينا لا ينضر ماؤها كانتا رزقا أي كانتا ملتصقتين بلا فصل دعاء الرسول أي دعوته نداءه لكم أو للإجتماع أو نداءكم له تهتز أي تتحرك بشدة واضطراب أي حصونهم ومعاقلهم ألا بغضه الشديد وغضبه عليكم فصار غليظا تتميز بشدة واضطراب نعم تتميز نعم تكاد تميز من الغير الله المستعان اي الماء من السماء الماء ينزل من السماء مرارا مثل الجملة وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت والله أعلم ما ينزل كلمة جملة ما فهمت السؤال وإذا بدلنا آية مكان آية كسر الشكوك
نعم بارك الله فيك.